بالون طوري ودرت في شي جبال اللي ماشي هما دوك صح راه هي النتيجه في المال ماشي مهم حتى الدرجه راه خص العقلانه ديال السير والتدبير المعقل والمال راه المال بوحدو عزلو ما يكونش هذا الشيء راه ما كتمشيش شي حاجه وهو ماشي كانت عنده حسن فيها راه تنقول انا ما عمري شفتو ما عمري هضرت معاه يعني تنقول كنت مع مروه كاملين ممكن كنت تعيطو وتسولو الرئيس الوحيد اللي ما شافوش ما هضر معاه ماشي انا ضده ولا شي حاجه غير انا الطريقه باش جبت باش مشات الامور انا عرفت تيقول له شنو العربيه تيقول باك طاح قال له من الخيمه خارج به فهمتيني ولكن تم التدبير به لانه صعب واش غير يدير التدبير ديال المؤسسات والشركات والامور غاديروا في الرجاء يلقى عالم اخر لا علاقه بذاك العالم اذا تنقول لك انا ولو تجي برو يدخل الاموال ديالو في هذا المحيط وهذا المستوقع اللي كاين فيه الرجاء الان راه ما غاديش حتى حاجه وانا كل يقين لان ما غاديش حتى حاجه ستكون دافور جود وتنقيد الاجواء وتنقيد المحيط والمصالحة مع المؤسسات راه مشكل فينا راه تعزلنا ولينا في عزلة الآن حنا راجل ولينا في عزلة خصنا نتصالح مع المؤسسة ونفتح على المحيط ديالنا ونحيدوا هذيك العقلية ديال المؤامرة راه ما عرفتش كيف دخل العقلية المؤامرة للراجل الرجاء قوية الكيان الرجاء قوي على أي مؤامرة نتآمر عليه ما يقدش عليه كما كان نوعه كما كانت برتاته كما كان مستواه ما يقدش محصنة الرجاء محصنة تنقولها العقلية حيدوها لأن العقلية أنا هضرت مع شي لعبة اللي كيلعبو دخلاتهم هاد العقلية أن كاين مؤامرة لأن ولا اللعاب كيبدا كيمشي عند لابيك يطلق مع بوش لا أنا لابيك هاد فهمتي ولا لا دخلنا واحد الثقافة اللي خصنا نحيدوها وداخلة على ثقافة الرجاء